قدرت ارفع بيدي.
يا عيني عليك يا فيروز على هالصباح. إلى هنا ننتهي من تصوير هذا الصباح، صباح الخميس 11/2009 من جنانتنا في باب منزلنا في الحارة الفوقة. نقلت لكم صور الصباح لهذا اليوم، وإلى اللقاء. أتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وصباحكم مبارك إن شاء الله، وصباحنا الجميع.